طيب نبدأ من الغرائب، وعندنا في الغرائب حاجة هتعجب حضراتكم كده غريبة جدا. عندنا قصص الأخطاء الطبية والحاجات اللي بتحصل من الجراحين وحاجات كتيرة بالشكل ده، يحصل خطأ فطبعا الناس تتكلم انه في خطأ طبي حصل وفي جريمة حصلت والكلام ده. النهاردة في كتاب لطيف جدا جايبينه لحضراتكم، هذا الكتاب بيتكلم عن الأخطاء الطبية اللي جابت نتائج إيجابية، يعني جراحة أجريت بشكل خاطئ أو حاجة حصلت بشكل مغلوط وغير صحيح لكن جابت نتيجة صحيحة تماما ووصلت للهدف المنشود كما لو كانت إنها عملية جراحية صحيحة. النهاردة واحدة من الجراحات الشهيرة جدا واللي ترتب عليها تغيير في نوع الأدوات اللي موجودة على الطائرات، الأدوات الطبية اللي موجودة على الطائرات. النهاردة من كتاب أخطاء طبية 54 عام في طليعة خدمة الصحة الوطنية، هذا الكتاب للكاتب وهو أيضا باحث في الأمور الطبية أليستر فريزر، وده صدر سنة 2018، هتلاقوه حضراتكم موجود على الإنترنت باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، ترجمة الفورية بتسهل علينا حاجات كتير، غلاف الكتاب هيكون مع حضراتكم حالا ومتاح نسخ إلكترونية فيه للناس اللي بتحب تشتري نسخ إلكترونية. هتلاقوا قصص كتير كمان غير القصة دي، لكن النهاردة جايبين لحضراتكم القصة الأبرز والأشهر. طيب هذه القصة تكلم على اثنين من الأطباء، واحد منهم كان هو اسكتلندي اسمه أنجوس والاس وطبيب تاني اسمه توم وونغ. طيب الاثنين دول كانوا المفترض ان هم في يوم 22 مايو 1995 كانوا بيستقلوا رحلة بتتجه من مطار هونج كونج، كانت متوجهة الى مطار لندن. الرحلة دي مدتها طبعا 14 ساعة حسب التوقيت اللي كان موجود في الوقت ده. هما الاثنين توجهوا الى المطار، الاثنين الاطباء دول كانوا رايحين في مهمه عمل وراجعين تاني الى لندن، وبعدين في الرحله حصل بعض الامور الغريبه، ده خط سير الرحله وحاجات من اللي موجوده داخل الكتاب حرصنا ان احنا نجيبها لحضراتكم. كان في سيده اسمها باولا ديكسون، السيدة باولا ديكسون هذه السيدة كانت موجودة في هونج كونج ورجعة إلى لندن وبتحاول إنها تجري تلحق الطيارة بتاعتها، دي صورتها لأنها متأخرة على الطائرة. فضلت تنتقل من حاجة لحاجة عشان توصل بسرعة، وسائل الانتقال بتاعتها ما لقيتش تاكسي، ركبت على دراجة بخارية مع حد أو زي ما بنقول كده موتوسيكل، اتحركوا في الطريق صدمتهم عربية وقعت في الشارع، اترمت في الأرض، حصل لها بعض الكدمات الخفيفة لكن طبعا عشان تلحق الطيارة بتاعتها بسرعة ركبت حاجة تانية ووصلت المطار عادية جدا ما فيهاش أي حاجة السيدة باولا، وبعدين ركبت الطيارة. بعد ما ركبت الطيارة بدأت تستشعر بعض الآلام. طيب عندها ايه؟ بدأت تنادي المضيفات اللي موجودين وطاقم الطائرة، انا حاسة بألم في دراعي الأيسر، انا حاسة بألم في رجلي، بدأت يحصل عندها اعراض غريبة جدا، تتقيأ وارتفاع في درجة الحرارة وحاجات بالشكل ده، وبعدين بدأت تدخل في غيبوبة. لما حصل لها كده بدأوا يستعينوا بالطبيب اللي موجود على الطائرة، كان ولد صغير يعني نقدر نقول ايه ممارس عام او يعني لسه حديث التخرج او حديث ممارسة الطب، وموجود على رحلة طيارة مش جايبين جراح ولا حد محترف يعني، موجود على هذه الرحلة في التوقيت ده. فبدأ يبص عليها، بدأ يرتبك مش عارف يعمل لها حاجة، الست بتدخل في غيبوبة. هنا بدأوا ينادوا على الطائرة يشوفوا مين الأطباء اللي موجودين، هل في طبيب أو جراح متخصص موجود. ظهر هنا هذا الرجل السيد أنجوس والاس والطبيب الثاني توم وونغ، هنجيب صورته لحضراتكم حالا. الاثنين الأطباء ده توم وونغ اتحركوا تجاه هذه السيدة باولا ديكسون وبدأوا يشوفوا ايه قصتها. اكتشفوا بقى مجموعة من الحاجات الغريبة جدا، طبعا الرحلة دي كانت رحلة من خطوط الجوية البريطانية وكان رقمها 32 في هذا اليوم 22 مايو 95، حتى مشهورة بالرحلة رقم 32 للناس اللي هتعمل بحث بعيدا عن الكتاب. في التوقيت ده بدأوا يروحوا يشوفوا السيدة باولا مالها، اكتشفوا انه حصل عندها كسر داخلي في الأضلاع بتاعتها. طيب الكسر الداخلي ده عمل ايه؟ مش بس مجرد حاجات في جسمها، لكن ضلع من الأضلاع المكسورة اخترق الرئة ودخل داخل الرئة وبدأ يحصل عندها ما يشبه بقى تجمع مية ودم وحاجات كده داخل الرئة بتاعتها. قصة طبية معقدة جدا، انا حتى يعني مش هعرف استفيض في شرحها، ممكن تقروا الموضوع او المتخصصين هيعرفوه بشكل اكبر. طيب حل الموضوع ايه؟ بدأوا يدوروا على ادوات انقاذ على الطيارة، ما فيش، اللي موجود شوية شاش وشوية قطن وشوية مش عارف ايه وحاجات زي كده، يعملوا ايه؟
بدأ هنا الاثنين الأطباء يفكروا إزاي يفتحوا منطقة الصدر ويوصلوا للرئة ويخرجوا الضلع اللي موجود ويركبوا جهاز يشبه جهاز التنفس ويعملوا كل الإجراءات دي لهذه السيدة بسرعة جدا، لأنه ما ينفعش ينزلوا بيها في أي مطار عشان ينقذوها. ضغط النزول بتاع الطائرة من ارتفاع شاهق ليه وصولا للمطار هيكون هي خلصت أو يعني انتهت قصتها أو ماتت. الحاجة الثانية أنه لو فضلت في الحالة دي في الجو هتموت. فبدأوا يفكروا وبدأوا يجيبوا أدوات بسيطة جدا، اشتغلت دماغهم، جابوا شوكة وسكينة وعلقة بتاعت هدوم أو شماعة بتاعت هدوم وإزازة مية فاضية، وبدأوا يجروا جراحة ومشرط أو الناس بتقول عليه كتر أو حاجة كده، وحاجات موجودة أدوات بسيطة جدا. دي الأدوات اللي استخدموها، إزازة خمر كانت موجودة لأن ما كانش فيه كحول وحاجات من هذا القبيل وبلاستر ولزق وكده. دي الأدوات، دي صور للحاجات اللي استخدموها، وبدأوا موجود طبعا في الكتاب تفاصيل أكبر، وبدأوا يفتحوا نيموها، فردوا هذه السيدة على الأرض، مفيش مكان حتى ممكن يجرم فيه، ده طبعا اتغير بعد كده، وفتحوا صدر هذه المرأة بالأدوات البسيطة، وعقموا الشوكة والسكينة اللي موجودين بالخمر اللي موجود اللي فيه نسبة كحول بتركيز عالي، وبدأوا يجروا ليها جراحة خطيرة جدا، وصلوا للرئة، قدروا بالأدوات اللي الشماعة واللعلقة والحاجات اللي موجودة ان هم ينتزعوا الضلع اللي موجود في الرئة، وصلوا إزازة المية الفاضية، عملوها ما يشبه الجهاز اللي بيخرج الهواء يشفط الهواء ويرجعه ده، وحاجات كده معقدة جدا، وقدروا ان هم يجروا جراحة كاملة بالأدوات دي، ولفوا جسمها. بعد شوية الست فاقت وعاشت وبدأت تستعيد وعيها وبدأت تتنفس مرة تانية بالأدوات البسيطة دي، ومع الارتفاع الشاهق ده في الرحلة الطويلة دي قدرت انها تعيش وتكمل، لدرجة انها بعد ما اتربطت وخلصت القصص دي كلها قعدت وبدأت تاكل وتشرب وكل حاجة زي الفل بعد ما كانت بتموت. طبعا فضلت متثبتة على المقعد اللي هي موجودة عليه، الزجاجة مربوطة في صدرها بالشكل ده، والعلقه الثانيه متعلقه في الصدر من الناحيه الثانيه، ومنطقه الصدر مفتوحه مش متخيطه، ولكن بيحطوا لها كل شويه ما يشبه خمر او كده ككحول مطهر عشان ما يحصلش تلوث. فضلت كده وادوها بعض المسكنات اللي كانت موجوده معاهم لحد ما وصلت الرحله الى مطار لندن بسلام. وصلت الرحله، خلصت ال 14 ساعه، قعدت 10 ساعات على الوضع ده فايقه وكويسه، والاطباء بيقوموا يشوفوها الاثنين الدكاتره وبيرجعوا يقعدوا مكانهم ويتابعوها. دي صور ليهم وهم نازلين من الطياره، لانه طبعا تم اختار المطار بهذا الامر، وبدا يبقى فيه تجمع وفيه ناس التقطت صور وحاجات من هذا القبيل. طبعا الموضوع خرج للنور، بدأ يتعمل لقاءات مع الأطباء دول إنه هم إزاي خاضوا مغامرة كبيرة زي دي، كان الست ممكن تموت في الجراحة اللي هم أجروها. قالوا إحنا ما كانش قدامنا حل تاني، هي كان في احتمالين إنها تموت، فإحنا اخترنا احتمال إنها تعيش أو تموت، يعني أوجدنا فرصة تانية إنها تعيش، وبالفعل عاشت. لما نزلت أجرت الجراحة الصحيحة بقى واتحجزت في المستشفى وبقت كويسة، والاثنين الأطباء اتكرموا تكريمات كثيرة جدا وخدوا مبالغ مئات الألاف من الدولارات. كل المنظمات بدأت تديهم على الشجاعة بتاعتهم فلوس، تخرج لهم فلوس، عملوا صندوق لمساعدة الأطباء واستفادوا فلوس بشكل يعني مثمر جدا. الشق الثاني بقى، ودي الوقفة الحقيقية في الموضوع، إنه شركات الطيران بما فيها بدءا من الخطوط الجوية البريطانية بدأت تنتبه إنه علينا وضع أدوات خاصة بعمليات جراحية وتجهيز معدات أو إمكانيات طبية عالية جدا داخل الطائرات، وإنه الأطباء اللي يكونوا موجودين أو المتخصصين الطبيين اللي يكونوا موجودين على الطائرات يكونوا مدربين ومهيئين بشكل أعلى من كده. وده كان مؤشر لتغيير الموضوع في كل خطوط الطيران على مستوى العالم. دي القصة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة من كتاب أخطاء طبية، 54 عام في طليعة خدمة الصحة الوطنية. وطبعا هو الكتاب أو الكاتب هنا والباحث ده بيتعامل مع الموضوع إنه هم ارتكبوا خطأ طبي ان هم يغامروا ويفتحوا صدر هذه المراه ويوصلوا للرئه ويشيلوا الضلع المكسور وكل الحاجات دي، ده كان خطا طبيا، المفروض ما يجروش هذه الجراحه بهذا الشكل، لكن كانت النتيجه مبهره واثرت على خطوط الطيران على مستوى العالم. الكتاب هتلاقوه حضراتكم متاح على الانترنت، صدر سنه 2018.